انت تقديرك انه الشعب المصري عارف وفاهم وهاضم وبالع وعاجبه المسارات اللي احنا بنتكلم فيها ولا مش واصله؟ لسه مش واصله للاسف. دور مين يا استاذ عماد؟ قولا واحدا الحكومه. انا قلت هذا الكلام بوضوح للدكتور طارق في اتصال تليفوني قعد 50 دقيقه وقلته له واحنا قاعدين مع بعض في المجلس الاعلى للاعلام. انا مؤمن ان الدكتور طارق بيبذل جهد عظيم وهايل وعنده رؤيه حقيقيه ورجل مخلص، بس عبء التوصيل ده لازم هو اللي يعني لو فشلت الحكومه. طب ما اللي حضرنا يا استاذ؟ طيب ما انت الواصله. طيب احنا بنعمل، فانا قلت انه الوزاره والدوله والمجتمع المدني هو اللي يوصل. انا ما اقدرش الوم المواطن انه فشل في فهم الاستراتيجيه. الطرف الاقوى هو اللي هو الدوله او الحكومه او الاجهزه او الاعلام. جهاز الارسال هو اللي يوصل. المواطنين عندهم اهتزاز ثقه في كل ما تقوله الحكومه من زمان. سمعوا عشرات البرامج وكل الناس اللي جت في فترات كده هنصلح التعليم وما بيتصلحش وكان بيزداد سوء. طبيعي انهم بيبقوا متشككين. طبعا في تربص وفي تآمر وفي حاجات كتيره جدا وجماعات يعني مصالح كبيره جدا هتحاول تعرقل اللي بيعمله طارق الشوقي والدوله. بس في ناس غير دول عندهم هواجس حقيقيه لازم نسمعها ونرد على هواجسهم. ولازم يبقى عندي تناسب وتناسق ما بين ما يقال والموجود، يعني ما اقولش ما اخليش البحر صحينا ابدا. لانه انا عايز اعمل فصول حلوه للحضانه ورياض الاطفال واولى ابتدائي. بس الكثافه مشكله موجوده من زمان وهتستمر، بس ما ينفعش اقفلها واقول ان انا هستمر نظري.